قلق ورعب وخوف من المجهول، هكذا قضى لبنانيون ليلتهم في العراء بعد أن فروا هاربين من قصف إسرائيلي عنيف طال مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. كورنيش بيروت البحري تحول من مزار للنزهة إلى ملجأ جمع لبنانيين وسوريين وحتى أجانب. العائلات توجهت إلى الكورنيش بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي طلب فيه من سكان مناطق بالضاحية إخلاء المنطقة، إلا أن الوقت الفاصل بين الإنذار وبدء الضربات الفعلي بالكاد سمح لهم بأخذ أطفالهم وأوراقهم والنجاة بأرواحهم. والله اجت إخبارية أنه الليلة كيف بدها تنضرب قبل تقريبا شيء بنص ساعة، يعني يلا لحقنا بنشيل الهوايا أو الأوراق المستعجلة وطلعنا. قالوا طلعوا على عين المريسة أأمن المناطق بالليلة يعني. فيما لم يعلم آخرون بأوامر الإخلاء وفوجئوا بأصوات انفجارات قوية تحت النار. طلعنا لأن احنا ما كان لنا خبر، كنا قاعدين ببيتنا ما عندنا بيت ابدا، ما عندنا مأوى، وطلعنا تحت النار. الحمد لله طلعنا العيال والاولاد وطلعنا. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية استهدفت المقر المركزي لحزب الله اللبناني ومباني خزن فيها الحزب أسلحة تحت الأرض بحسب ما قال الجيش وهو ما نفاه الحزب. فيما أسفرت الضربات عن سقوط عشرات القتلى والمصابين وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.